وينضم إلي الآن من دبي شريف فرحة، مدير المحافظ لدى سيف هاوس كابيتال. شريف صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. هل تشعرك كل هذه القمم القياسية لمؤشر ستاندرد أند بورز، وكنا ذكرنا سابقا أنه هذه القمة الخمسين القياسية يعني على الاس ان بي من مطلع العام وحتى الآن، هل يشعرك كل هالقمم هاي بالتوتر؟ نظرتنا إلى هذا الأمر هي أن مؤشر اس ام بي سجل ارتفاعا مذهلا هذا العام، والعام لم ينتهي والأرباح كانت قوية، وإذا أضفنا ذلك إلى الفائدة المنخفضة هذا يعني أنه من غير المفاجئ أن نرى هذه الارتفاعات في S&P. لو كانت الأرباح تتراجع كنا سنقلق، ولو كان S&P يرتفع والأرباح تتراجع كنا سنكون قلقين. في عام سابق هذا الأمر حصل، إذن ما نحن عليه اليوم لا يدعو للقلق أبدا. تحدثنا عن هذا الأمر يا صبا في المرة الماضية، ونحن لسنا متفاجئين من تسجيل هذه المستويات القياسية الجديدة في السوق، ولا نعتقد أن مؤتمر جاكسون هول سيؤدي إلى نتائج كبيرة، ونتوقع للفائدة أن تظل منخفضة. وطالما أن الأرباح تظل جيدة طوال العام ليس هناك سبب يمنع الأسواق من تحقيق مستويات أعلى حتى. إذن أنت باق في السوق؟ نعم، سوف نظل في حالة استثمار في أسواق الأسهم، وبالنسبة للمناطق الجغرافية سيختلف الأمر من منطقة إلى أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات، لكن تظل الأسهم فئة الأصول الأكثر جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى. ومن ضمن الاستثمار بالأسهم طبعا رأينا الارتفاعات، هذه الارتفاعات القوية كلها تأتي من الشركات الأكبر حجما، the larger market caps. هل تعتقد أنه صحيح في استمرارية في السوق، صحيح نسب الفوائد منخفضة وتسمح بزيادة استمرار الارتفاع بالأسواق، لكن هل سيبقى هذا الارتفاع باللارج كابس، ولا ممكن أنه نشوف عودة للارتفاع بالأسهم الشركات الأصغر؟ أنت تطرحين سؤالا مهما. إذا نظرت إلى العام 2020 الكثير من الرالي في السوق كان يتركز في أهم ستة أو خمسة شركات تكنولوجية مثل أسهم فانغ، لكن حاليا الرالي أوسع نطاقا وينتشر ليشمل شركات أخرى. ما زلنا نعتقد أن شركات التكنولوجيا الكبيرة ستظل تؤدي أداء جيدا، والسبب في ذلك هو أنه حصل تحول هائل في آخر خمس أو عشر سنوات في البورصة. هذه الشركات اليوم ينظر إليها على أنها شركات ملاذ آمن، وخاصة بعد ما حصل في الجائحة، حيث أن عمليات الإغلاق العام أثرت على شركات أخرى ولم تؤثر عليها، وهذه الشركات تعتبر ملاذا آمنا وضمن بيئة تظل الأسواق تؤدي أداء جيدا والنمو قوي. هذه الشركات ستؤدي أداء جيدا، وفي حال وجود مخاوف أكثر بخصوص متحور دلتا أو ارتفاع الفائدة، برأينا شركات التكنولوجيا ستظل تؤدي أداء جيدا وخاصة هذا العام تحديدا. ماذا عن الأسواق الناشئة؟ يكثر الكلام الآن عن عندما تتحول أو عندما تتخطى الأسواق الناشئة آخر موجة من الكورونا التي تمر فيها بالوقت الحاضر، لابد أنه فيها فرص، وبالتالي الواحد لازم يتحضر من هلأ، يتهيأ من هلأ للدخول بهذه الأسواق. هل تشاركون هذا الرأي؟ هل ما بعرف إذا بتستثمروا بالأسواق الناشئة أو تتوجهون إليها، وأي منها؟ نحن نشترك مع هذا الرأي، والأسواق الناشئة فيها الكثير من الفرص، لكن المرء يجب أن يكون انتقائيا، والسبب هو أن التعافي في أمريكا والأسواق المتقدمة يحصل بوتيرة أسرع مما نرى في الأسواق الناشئة، وفي الصين هناك مخاطر تشريعية. لكن بشكل عام الأسواق الناشئة اليوم دون قيمتها العادلة ومقارنة تحديدا بالأسواق الأمريكية والأوروبية، وبالتأكيد فيها فرص، ونحن نستثمر في الأسواق الناشئة. اليوم نحن سعداء
الصين بصراحة. نعتقد أن الصين، وعلى الرغم من وجود الضغوط التشريعية والتنظيمية وحصل تصحيح في الكثير من الأسماء، لكن برأينا الصين ستظل لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. هي ثاني أكبر بورصة في العالم فيها، وهي ستظل تخضع هذه الشركات للتنظيم والإشراف، لكنها لن تقتل هذه الشركات. وبسبب ذلك فإننا رأينا الكثير من المعنويات السلبية في الصين، وهذا الأمر خفض أسعار كثير من الشركات وكان الضغط على القيمة. وبالتالي من ينظر إلى سنة أو سنتين إلى الأمام، برأينا الصين وبشكل انتقائي تقدم قيمة جيدة للمستثمر. هل تنصحون الاستثمار بالشركات الصينية من الاستثمار المباشر بأسهم هذه الشركات، أم تنصحون الاستثمار من خلال الصناديق من أجل طبعا تخفيف بعض المخاطر التي كنا تحدثنا عنها؟ الأمر يختلف من مستثمر إلى آخر، ولكن إذا كنت تريدين الاستثمار في الأسهم الصينية، نفضل الاستثمار في البورصات المحلية. إذا أردت شراء سهم تنسنت، يجب أن تشتريه في هونغ كونغ، وإذا اشتريت سهم علي بابا، اشتريه وهو مدرج في هونغ كونغ وليس في نيويورك. هذا أكثر أمانا، لأننا لا نعلم إذا كانت هناك مشاكل ستندلع بين أمريكا والصين. لكن ما أقوله للأشخاص الغير المحترفين من المستثمرين، أنا أقول لهم اشتروا أسهم تكنولوجيا الصينية عبر صناديق الـ ETF. هذه شركات مبتكرة، سوف تلتزم بالتشريعات وستبذل قصارى جهدها لضمان إسعاد الجهات الناظمة. وبسبب ذلك نعتقد أن هذه الشركات ستواصل نموها وستظل تؤدي أداء جيدا مع مرور الوقت، وأسعار اليوم تعتبر جاذبة جدا. شكرا جزيلا لك شريف فرحة، شكرا لحضورك معنا هذا الصباح.